السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، اسمي فاطمة من مدينة أكادير في لابيرغولا. المشكل ديالي ما عنديش أخويا المشكل مع تحد، ما عمرني تخاصمت مع تحد، الحمد لله بخير وعلى خير مع الناس. ملي مات الوالد فايت شهرين وليت بقيت بوحدي أنا والوالدة، ولا الناس كيتعداو عليا بحالي، لا أنايا ما عندي تحد، وليت كنمشي غير بحال انايا كنمشي في الزنقه كيتصفق عليا بحال الا انايا زعما كنسعى وحيت كنزاق بالكروسه باش نديها غير الجرده ولا شي بلاصه. في الاول كيصفق عليا وكيدير لي هذاك الحمقه، هذاك مشات باش تسعى على الوالده، هذيك مشات هكا، وشويه كنصبر هذاك ولد لا ماشي جيران، هذيك الساعات ولد مول الحانوت في الاول، حيت هو عندنا واحد الكري، عندي المشاكل مع واحد الكري ديالنا، ولد الكري اللي كاري عندنا شحال هذيك، ولا قال لي غنصفيك من هنا، انا اللي غنصفيك من هنا في اي طريقه. جمع ليا من 2018 شهر 2 2018 جا هجم عليا بالصباح هو وباه، ضربني، طحت شي جوج سوايع تما حدا الدار حتى يجي البوليس، ودرت السيرتيفيكا ودرت كلشي ورجع كيطلب السماحه، سمحت ليهم ديك الساعات. ولا 2019 جا ليله العيد الكبير هجم عليا، هجم على الدار، تفرق ليا جوج البيبان، انا صيبت البيبان فايت من اللول، هرس ليا الباب بالحجر، كيضرب حتى يهرس الباب ديال برا والباب ديال الداخل، ودخل علينا وكيضرب الشراجم، تفرق ليا جوج شراجم بشهادة الناس، وما بغاش حتى واحد يشاهدني. كاين 40 واحد ديال بنادم في برا جا باش يشد النوبة ديال اللحم وداكشي ديال غد العيد لي. ومشيت لنزكان ديك الساعات، مشيت للبيرو ديال البوليس في نزكان، قلت لهم ديروا لي الشكاية حيت هجموا عليا، ووليت ديت الوالدة انا ومول التاكسي وداكشي، قال لي مول التاكسي انا غنشاهد ليك. ديك الساعات جبت واحد الراجل قال لي انا الصحافة، ما ماشي الصحافة متى واحد، عطيت ليها 6000 ريال صور لي داك الموقع كامل، تصور كل شيء، زجاج وتهريسة وكل شيء والدميات وكل شيء، جمع تصور، قال لي غنخرج لك تصور، نعطيك لك تصور. مشيت لي نزقان ديك الساعات بحال هكاك، مشيت لي نزقان ديك الساعات 2019، مشيت لي نزقان باش ندير شكايه انا والوالده، ديت الوالده ديك الايام ديال الكورونا بزاف، كاين الحجر الصحي وكاين سميتو. ملي مشيت باش ندير شكايه في نزقان المغرب ديال ليله العيد ديال 2019، مشيت ملي شافني البوليس قال لي غير سيري، هو سبقك دار شكايه. قلت لها كيفاش دار شكايه؟ هو دار لي الشكايه، لح لي لاكارت ديالو، لاكارت ديال ما، قال لي سيري دي الوالده ديالك للسبيطار ولا اللي بغيتي، ما عندنا ما ندير بك، ما دار لي الشكايه، ما دار حتى حاجه. ورجعت لسميتو للسيفيل في القشله. ملي مشيت للسيفيل سولت الطبيب حيت قال لي دي الوالده ديالك الطبيب دير السيرتيفيكا، مشيت لنزكان لقيت الناس عامر بكورونا وداك الشيء، خايفه تعدى كورونا على امي ولا شي حاجه تعادى، مشيت ديتها للسيفيل، قال لي في السيفيل ما كندير السيرتيفيكا ديال المحكمه وداك الشيء. صافي رجعت، ملي رجعت عشت في الرعب حتى الصباح، ما سديت الباب غير بالكراطه، وكنخاف بالليل حيت البيبان ديال الدار تهرسين بجوج، سديت الباب. حقر علينا حيت قلت ليها، حيت من الاول ملي ضربني الاول قال لي سمحوا لي درت سيرتيفيكي خايفه يدخل الحبس ولا شي حاجه، قال لي سمحوا لي ما غاديش نخدم نهار العيد. ملي وصل نهار العيد دار لي شهر باش يخدم نهار العيد ويهرس الحمد نهار العيد، قلت ليها درنا التنازل باش ما تخدميش نهار العيد. صافي قال لي انا غنهرس لك الدار، حيت مشيت علمت البوليس، قال لي انا نوريك المخزن، نوريك اشنو كان سوا، انا نهرس لك الدار اليوم قبل غدا، وكيضرب الحجر كيضرب، وعندي شهود، عندي واحد المراه في الدار ديك الساعات، واحد شاهده، واحد صاحبتي عندي في الدار. اخر مره ما عقلتش شي شهر دابا جا باه وولده، هو وولد ولده، وقال لي انا اللي غنصفيك هنا، وجا بعدا ملي درنا داك، ملي دار داك الضرب والجرح وكل شيء، ضربني بالطبله ديال الحديد، انا عندي تصور الطبله اللي كيضرب اللحم، وشد الشاقور باش يضربني. العيد الكبير اللي فات حتى هو ديال 2021
جا كيقطع اللحم، حنا ما هضرنا معاه ما حتى حاجه، وكيستفل اللحم حدا الباب ديال الكرياج ديال داري، كيستفل اللحم حتى الفوق. ملي بغيت نخرج الوالده الباب باش نخرج الوالده ما لقيتهاش، ما لقيت باش نخرج. ملي كندفع الباب وجا خرج وهز الشاقور ديال اللحم، بغى يضربني من الراس، بغى يضربني من الراس، والناس عاوتاني شدوه. ملي شدوا الناس عاوتاني وجوج شدوا واحد القرعي ديال الماء ديال جوج لتر، كيضرب الباب وضرب الوالده من هنا، ها عندي التصور ديال الوالده، ضرب الوالده من الراس وطاحت هي نهار العيد الكبير حتى هو جوج المرات. كنطلب الحقي، كنطلب تكون العداله، يكون حقي ضربوا الجرح في وسط داري بلا ما تعدى على حتى واحد، بلا ما نهضر معاه بالكرام، ما نهضر معاه حتى حاجه. ما عمرني عرفته، ما عمرني عرفت مراته ولا ولاده ولا دارو ولا حتى حاجه، ولا هجمت عليهم، ما قطعت لهم لا الماء لا الضو ولا حتى حاجه. ما عمرني وصلت المحل، واخا المحل ديالي ما عمرني دازت حتى حدا المحل ديالنا، كندور تما فسميتو. وما عرفتش هاد السيد اش بغى مني، ودابا دار عليا العصابه، دار عليا العصابه بالجيران، ما غاديش نكذب، دار عليا العصابه بولاد الجيران كاملين، الناس كبار عندهم 60 عام، عندهم اللي عنده 50 عام، اللي عنده 60 عام، اللي كنمشي غير نحط طروحه شك ديال الزبل بالليل، كيجي كيجري بالزربه كيضربني بالحجر، كيضربني بالحجر، كيقول لي انا عندي امك، انا اللي غنقتلك في شي بلاصه، انا غنصفيك هنا. ديك الناس اللي حرج عليا، وكيعيط على الشماكر، كيعيط على جوج الشماكر ولا ثلاثه، كيشدوا سيليسيون حدا الباب ديالي، قال لهم الا خرجت ولا شي حاجه قريسيها. وضربني واحد بالموتور في الزنقه، انا ما عرفتش شنو هو كاع، ومشى وضربني واحد النهار انا والوالده في الزنقه في الفوق، كيخوفنا. وهذيك الراجل اللي كيجريو عليا داك النهار سب لي، انا اللي غنصفيك، انا اللي غنقتلك بالحديد في شي بلاصه، وغير كنمشي نقضي شي غرض، كيحيد الحوايج قدامي. هذيك ولد الكراي وهذيك العصابه ديالو كيحيدوا الحوايج، كيقول لي واش بغيتيش ندير لك شي حاجه، نفعل لك شي حاجه، يا بنت فلان يا بنت كذا. انا حنا خويا ما طلبنا الا حقنا، تكون العداله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. انا تعذبت 4 سنين دابا، الوالد تحت تراب وانا في العذاب، عشت في العذاب الرعب، ما خليت المحكمه، ما خليت الكوميسريه، ما خليت عمرت الدار بالدوسيات اخويا، الدوسيات انا ما عمرني دخل المحكمه، ما عمرني عرفت الحكم ولا شي حاجه، حتى وصل العذاب الاليم. عشت في داري، ما عمرني طلبت شي واحد يعطيني شي حاجه، ما عمرني سرقت شي حاجه، ما عمرني تخاصمت مع احد، ما عمرني درت شي حاجه خايبه حتى واحد، ولكن صافي عشت بالرعب. الوالده دابا مريضه بسببهم، هي الوالده مريضه، حتى انا مريضه، عندي صافي طلع لي لا طانسيو، طلع لي داك الكواتر بسببهم، انا كنطيح صافي، ما نقدرش كاع نوصل نقضي الغرض تي ولا حتى حاجه، صافي تعذبت. دي في الواتساب شدوني مرة ديال تليفونتي وسميه ديالي والحي اللي ساكنه فيه، ودار الفيسبوك في سميتي، داروا هذيك العصابه داروا الفيسبوك في سميتي، ودار فيها لا ما غاديش نذكر سميات، ودار فيها دارنا في البلاد ودوارنا وشي تصاور ديال العرس في بلادنا وكلشي، وداروا لحو في الفيسبوك وينشروا وكينشر فيه زعما. انا كنقول انا ما قلت والو، مشيت درت اللي عليا، درت تصاوب السيبر وكلشي، خرج داكشي، دفعت داكشي في المحكمه دابا عام